إذن ربنا كره لنا إيه؟ كره لنا ثلاثة. قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. ومن إضاعة المال التدخين، أيا كان القيمة اللي هتصرفها في الدخان، لو علبة بس في اليوم، شوف هتجمل لك كام في الشهر. هذا من إضاعة المال، وليس من إضاعة المال فحسب، بل من الإضرار بالنفس، بالنفس، والنفس ليست ملكك، الإضرار بالصحة. ويكفي أن علبة السجاير مكتوب عليها إيه؟ تحذير: التدخين سبب رئيسي لأمراض سرطان إيه؟ لسرطان الرئة. شو ما كاتبين كده؟ طب ما بتباع عليه أنت معرفها هتجيب السرطان، وانت اللي بتشتريها مش قاريها دي وعارفها؟ يبقى شوف كده اعداتك على القهوة، بتقعد كم مرة في اليوم، وبتشد لك كم شيشة في اليوم، ده من اضاعة ايه؟ من اضاعة المال. يكره لنا ربنا اضاعة المال وكثرة السؤال.